جديدة اللي تبنت 1916، بناها الحاج عبد الكريم معرفي ابن معرف الكبير. هذا بيت الشيخ عبد الله الخليفة المسقف، عبد الله الخليفة. هذه صورة، هذه اللي أنا شرحت النقعة اللي انردمت، صارت أسكلة. نقعة معرفي، إيه انردمت، صارت أسكلة. هذه الأسكلة، شوف شوف الشبابيك، هالبيوت اللي بناها حج محمد علي في بعد ما ردم النقعة، هالبيوت. شوف هذا الباب هني، هذا الباب اللي تشوفه، هاي ديوانية معرفي الأصلية اللي من نقعة. ايه هذه ديوانية أول ما بدأت ديوانية معرفي قديمة، أوائل القرن العشرين. طيب هذا الفريج، هذا نفس هذا هني، صوب آخر، منظر آخر. أنا أشوف كتبة موجودة على الطوفة. هذه النقعة اللي ردمها جزء منها، هذه الصوب المدرسة الجعفرية. هذا هني عزالي. شوف البرزام هذا والكتاب اللي مكتوب، مكتوب المدرسة الجعفرية. المدرسة الجعفرية كانت ضمن هال كانت ضمن فريج معرفي. هذا الشارع تشوفه، هذا شارع الخليج الأصلي اللي الحين توسع، طبعا تهدمت بيوت توسع. هذا تقدر تسميه شارع الخليج اللي يفصل بين المدرسة بين المدرسة وهذا الباب اللي تشوفه، هذا المفتوح، هذا بيت، هذا من بيوت محمد علي معرفي. هذا البيت أول ما جاء الدكتور السوري الكويت، دكتور يحيى الحديدي، هني بدت أول مستوصف هني. هذه الصورة شنو بدر؟ هاي الصورة المستوصف من الداخل. ساعة قلت عن المستوصف، هذا من الداخل. قلت السوري. اي هذا الدكتور السوري، كان دكتور يحيى الحديدي يعالج فيه. أول مستوصف بالكويت؟ أول مستوصف صار بالكويت. هذا مستوصف حكومي. الآن نشوف الغرفة اللي على اليمين على اليسار. أنا أتذكر وأنا صغير هذه طقونا إبرة فيها. المضمد. غرفة المضمد. غرفة المضمد. هذه وثيقة تبين الحج محمد علي معرفي. بس نقرأ للمشاركون أول آلة لتقطير ريال البحر في الكويت سنة 1914. هاي عيال الكويت كلهم. اي هاي المساهمين، هذا حجي وحج محمد علي معرفي 1000 سهم 10000 ربية. هذه وثيقة أخرى يسمونها وثيقة عدم تعرض، حاكم الكويت الشيخ أحمد ليابر الله يرحمه، وهاي تصديق السفارة المعتمدية البريطانية سنة 1920 جالبوت بيت معرفي، ملك بيت معرفي جالبوت اسمه حسيني. هذه وثيقة يعطيها الحاكم الكويت للسفن الكويتية لعدم التعرض لها لما تروح في البحار. هذا من أقدم الوثائق، أقدم واحدة عندنا، أقدم واحدة من اللي شفناها 1876. هذا معرفي العود اللي العائلة انتسبت له. هاي موريك عدسانية اللي شاري بيت من عدة أطراف، يظهر كم بيت ضمنهم. هذا محمد بن عبد الله العدساني. هذا هني شنو موجود؟ هذه وثيقة تبين في سنة 1914 أقيم احتفال معتمدية البريطانية هني بالكويت لمولد جورج الخامس ملك بريطانيا في ذاك الوقت، وهذول الكويتيين اللي تبرعوا، أسامي الكويتيين اللي تبرعوا لهالاحتفال، محمد علي معرفي وعبد الكريم معرفي هذا اللي حضروا، وهني يبين اللي تبرعوا كذلك عبد الكريم بن محمد رفيع. إيه هذا هو نفسه اللي تبرع، محسين بالنصير، هذا محمد حسين معرفي اللي الآن اسمه محمد حسين معرفي اللي تبرعوا في ناس تبرعوا في مولد جورج ناس حضروا الاحتفال، ويبين لك كل واحد يعني شيل تبرعات هذا من خلف الحلواتي، عدد 4 قناني عصير بيدان سعر الواحدة ربية ربية وانتين كذي. هذه متبرعين بعصير لومي، عصير لومي إيه، عصير رمان، عصير رمان، آيس كريم ربيتين إيه، من غلوم 8 علب راحت الحلقوم. هذا حق مولد جورج الخامس، حق مولد جورج من يوسف مطوع عود درزن شبريت إيه المقهوي 10 ربيات. أهم شيء إن درزن شبريت مبادر. درزن شبريت بعد إيه حق مولد جورج الخامس، كل هذول كل المتبرعين.